اول ما ابتدينا ان احنا نشرع في انتاج الفيلم محمد علي رجله اتكسرت في حادثه. قبل ما نبتدي الفيلم احنا وقفنا 3 شهور يعني جبس وعلاج طبيعي، ورحت زرته وحاجات كده وبتاع، قلت يا رب ربنا مش عايز الفيلم ده يتعمل، ده اذا كان البطل رجله اتكسرت اول ما اتفق على الفيلم، امال الفيلم هيحصل فيه ايه بقى؟ سبت الشغل ايه يا مسبتي؟ وانا نويت اسافر. اوعوا تقولوا بلدكم ايه ولا جنسيتكم ايه اللي يرحلوكم على هنا تاني. دي كانت مفاجأة. احنا كنا مرتبين، استاذ علي كان رتب خلاص وطلع اوردر ان احنا خلال اسبوعين نبدا نصور، وبعدين انا بتمرن وتقريبا ممكن اتمرن لي في اليوم ساعه ونص ساعتين، وصعب بوصل لثلاث ساعات، واتفاجئت في حاجه غريبه جدا، انا خارج من الحمام ورايح البس رجليا اتلوت، فعادي جدا كلنا رجلنا بتتلوي، فايه رجلي شمال يمين، لقيتني دخلت في شريحه وتكسير وعمليات، هو كان مش مصدق وانا كنت مش مصدق برضه. فللاسف ان اول ما خلصت العلاج الطبيعي اخذنا حوالي 3 شهور، وقلت للاستاذ علي ابدا الفيلم وخش صور لحد ما انا اتشافى واقوم واخش اصور، بس هو بقى اللي اصر ان انا لازم ابدا اول يوم معايا. حاسس يعني انا اتظلمت وكسرت، قال لك لا مش اول طلع عليه كده.